السلام عليكم ورحمة الله، معكم مستر محمد. إن شاء الله هنشرح مع بعض النهاردة كلمات الوحدة السادسة من كتاب جيم منهج ثالثة ثانوي. عنوان الوحدة طبعا بتاعنا ريتش فور ذا ستارز، اللي هو تحقيق هدف صعب. يعني حتى من المعنى كده، يعني كلمة ستارز هنا يبقى بعيد المنال يعني، فعشان كده بيسموها تحقيق هدف صعب. نشوف كده مع بعض الكلمات ويلا بينا نبدأ بـ anniversary. طبعا ديت كلمة مهمة تقابلنا في الحل. distance، giant يعني huge very huge، gravity، hopeful وعكسها hopeless، horrible زي terrible، launch كلمة مهمة زي يطلق سفينة فضاء، leak noun وverb، mission، representative، side effects، spin، tourism، weightless، astronaut، attach، attached وفي attachment خدناه قبل كده، control، conversation، depend on، desert وفي desert، equipment عمل معاملة المفرد تاخد is أو was أو has أو فعل به is، examine، reach معناها يصل إلى بدون حرف جر، repair تساوي كلمة mend أو تساوي كلمة fix، serious زي dangerous، situation، space، space station، space walk، speaker، station، studio، system، temperature، training اللي هو التدريب، طبعا trainer اللي هو المدرب، train بس يدرب، area، cost noun وverb، describe لو خليناه be for pen يبقى description t i o n، disadvantage و advantage، في pros و cons و merit و demerit، expect وبتيجي معاها will طبعا، expertise وقلنا كلمة expertise دي يا شباب ممكن تيجي expert in و on و at اللي هو يبقى خبير في الشيء يعني، feeling او feelings اللي هي الشعور، orbit verb و noun، organization، predict بتيجي مع will برضو، saving saving، special وفي فرق بين special و private، private حاجة ملكي، special حاجة خاصة أو مميزة، treatment، wheel، air conditioning. air conditioning ده اللي هو تكييف الهواء، في air conditions اللي هي الأحوال الجوية، amount of، battery، benefit from، climate change، communication أصلها communicate with، في communicate with و in و by و now كده، compare تاخد to وساعات بتاخد with، directions، education طبعا جاي من كلمة educate يعلم، exciting، exploration جاي من كلمة explore، find out وساعات find out about، force، global warming، health، improve طبعا improvement اللي هو التحسين، instant، look like، minus، objects، password، patient، perform، planet خلي بالك من بلانت وبلانت، كويتشنير اللي هو استبيان، وريزون، ريبليس طبعا لو زودت لها اميليتي ريبليسمنت اللي هو استبدال الشيء، روكت، ساتلايت وفي ساتلايت نافيجيشن اللي هي الملاحه البحريه عن طريق القمر الصناعي، ساتل، سيكريت، تانك تاب وفي تيب بالاي اللي هي شريط لاصق، transport، unexpected، waste وفي waste برضو الفيرب اللي هو يضيع او يبذر، anniversary اللي هو طبعا حاجة احنا بنتذكرها وتكون حصلت السنة اللي فاتت فكل سنة بنعمل لها ايه ذكرى سنوية، distance اللي هي مسافة او بعد، طبعا ده المسافة اللي موجودة ما بين شيئين او مكانين، giant طبعا زي ما احنا قلنا much larger اكتر او اكبر مما هو معتاد عليه اللي هو the same type، gravity the force القوة اللي بتخلي الأشياء تسقط على الأرض fall to the ground، hopeful لو أنت في موقف معين وبتتمنى إن يبقى في حاجة أحلى من كده أو من المحتمل إن تحصل حاجة كويسة طبعا يبقى أنت كده عندك أمل أو حاجة مبشرة، horrible اللي هي unpleasant أو unkind حاجة بتبقى مش حلوة زيادة شوية فبنسميها فظيعة، launch اللي هو to send spaceship هنبعت سفينة للفضاء into sky، leak اللي هو a small hole فتحة صغيرة
بيخرج من خلالها الليكويد او الجاز من المكان اللي انت هو اللي فيه الفتحة دي. ميشن an important job that someone has been given to do. طبعا هي وظيفة بنوكلها لشخص عشان يعملها. representative someone who is chosen by, نختار شخص طبعا عشان يخليه يعمل الشيء ده او يتحدث نيابة عن الشخص ده او يصوت عنه، على حسب طبعا ما احنا بنعمل زي الناس اللي هم سفراء بتوعنا في الدول التانية. side effect the bad or unwanted effect اللي هو الحاجة السيئة اللي بتحصل للإنسان نتيجة للأدوية اللي بياخدها على الجسم بتاعه. spin turn round and round very quickly يلف بسرعة. tourism when people travel to a place on holiday. weightless having no weight مالوش وزن طبعا، وخصوصا لما بنكون بنسبح في الفضاء floating in space. بعض الاكسبريشنز والإديومز at a height of book a holiday do أو make repairs do space walks do weightless sports float in space for sure go for a walk وفي برضو go for a run go on a mission go shopping وفي do the shopping have plans over the years reach for the stars وده عنوان الوحدة. set ناف سيستم اللي هو نظام الملاحة بالأقمار الصناعية اللي هي ساتلايت نافيجيشن اللي سألك عليها دلوقتي. ستاند ستيل ترافل انتو سبيس. اتاتش تو بينفيت فروم خدناها قبل كده دي وفي بينفيت فروم لسه قالها لك ورا. بريك داون زي بريك داون او زي كار بريك داون العربية اتعطلت. كومبير تو زي ما اقول لك برضو ديبند اون اكسبيرت اون وان وات لسه قالها لك. لوك داون اون look forward to يا شباب بيجي وراها فيرب زاد اي ان جي. spend هنا طبعا يا شباب مثلا فلوس money on واحط الحاجه اللي انا بصرف عليها الفلوس. thank for بيجي وراها برضو فيرب زائد اي ان جي او اسم طبعا او noun. treatment for علاج لي مثلا كانسر. waste of يعني ضياع لي او اهدار لي طبعا هنا تبقى كنون. بعض الديريفيتيفز هنا مفيش فيرب طبعا للكلمه ديت. ويتلسنس اللي هو انعدام الوزن وويتلس عديم الوزن وكلمه ويت بس اللي هو الوزن نفسه. ديبند ديبندنس ديبندنت. ديسكرايب لسه هلكو ديسكريبشن ديسكريبتيف. بريدكت بريدكشن بريدكتيف. save saving organize organization organized leak leak هي هي leaky communicate communication communicative explore exploration او explorer و exploratory. بعض السينونيم والانتونيم كلمه giant titan او gigantic طبعا تايني او مينت جاي من كلمه مينت دقيقه حاجه صغيره دقيق. جرافيتي هيفينس جاي من كلمه هيفي. ويتلسنس هوبفول تشيرفول عكسها هوبليس. هوريبل اوفول اتراكتيف. لاونش فاير لو يطلق زي يطلق النار كده او ريليز عكسها هولد سيز خدناها قبل كده على فكره يوكو دي. ليك سبيل اسكيب في سبيل اس بي اي ال ال واي اتهجى. كونسيل هايد. ميشن تاسك ريكرييشن. ريبير مند او فيكس دامج. سبين ريفولف ستيدي اللي هي ثابت. كلمه ريتش يا شباب بيقول لك بيستخدم الفعل reach بمعاني مختلفة في اللغة الإنجليزية فلها كذا معنى نشوفه مع بعض. reach هنا بمعنى we reach لندن وصلنا لندن وهنا مفيش حرف جر واحنا قايلينها طبعا كده من إعدادي. reach لا يمد يده نحو. she is too small to reach the table هي إيديها قصيرة لدرجة إنها مش قادرة توصل للترابيزة. reach لا يصل طوله أو ارتفاعه. the phone lead isn't long enough to reach the bedroom.
ريتش بمعنى تصل درجة حرارته، ودي مهمة. temperature on some planets can reach minus 100. reach بمعنى يصل إلى أو يحرز، اللي هي reach the final of the cup اللي هو يصل النهائيات مثلا. reach يصل إلى أو يحقق شيء معنوي. he worked hard to reach success عشان يوصل للنجاح أو يحقق النجاح. reach بمعنى يستطيع التحدث إلى I can probably reach him on his mobile، أنا عرفت أوصل له عن طريق الإيه؟ الموبايل، يعني يتكلم معايا يعني. السافكس يا شباب، وفي حاجة اسمها بريفكس. البريفكس اللي هي بادئة الكلام، السافكس اللي هي اللاحقة يعني تيجي في آخر الكلام. البريفكس زي IR، زي irregular، زي unhappy وهكذا، لكن السافكس اللي هو بتيجي في الآخر، ودي ممكن تعمل صفات وممكن تعمل noun. فهو أنا بقول لك هي مقاطع تضاف إلى آخر الكلمة لتكوين كلمة جديدة، لإعطاء معنى جديد أو لتحديد نوع الكلمة منها، زي FUL LESS. hopeful fearful useful painful powerful tasteful. العكس طبعا، hopeless useless powerless tasteless homeless painless fearless. طبعا ممكن استخدم كده في الترجمة. كلمة launch و examine get a leak in ديت عادة بيأتي بعدها كلمات بتبقى إلى حد ما مرتبطة بيها، زي launch a ship يطلق السفينة أو space ship، launch a rocket، launch space shuttle اللي هو المكوك الفضاء، launch a campaign اللي هي يطلق حملة. examine عادة بتيجي مع البيشنت اللي هو المريض أو الكار. get a leak in لا يجد تسرب فيه، في القب مثلا او التاب في الحنفية او في التانك يبقى في تسريب، او في البايب في الماسورة في تسريب من الماسورة. كلمة launch وكلمة release. كلمة launch يا شباب زي ما هيسمي من شوية، يطلق مركبة فضائية او قذيفة زي كلمة فاير كده، او قمر صناعي، او شيء في الهواء او الفضاء. فطبعا هنا despite، وكلمة despite دي يا شباب مهمة جدا، بيجي وراها noun أو verbs of ing. despite the problems they faced، على الرغم من المشاكل اللي بيواجهوها، they launched the shuttle at the appointed time، طبعا أطلقوا المكوك الفضائي في الوقت المحدد. كلمة release اللي هي set free يعني يطلق سراح شخص أو حيوان من محبسه أو يحرره، فرق طبعا شاسع ما بينهم. the president ordered to release some political prisoners اللي هم المساجين السياسيين on the occasion of the feast في مناسبة العيد، أو يتوقف عن الإمساك بشيء لينطلق في الهواء. 2000 balloons were released، إن أنا كنت ماسك البالون ورحت جاي سايبها فتطير في الهواء في السيريموني في الاحتفال. explore وdiscover وinvent وfind out. طبعا عادة الحاجات دي كلها واخدينها في إعدادي. explore يستكشف مكان، يعني ينزل يشوف المعلومات والحاجات الموجودة فيه، زي explore the river Nile. discover يكتشف شيء هو موجود اصلا ولكنه ما حدش يعرف عنه حاجه فاكتشفه، زي كريستوفر كولومبوس كده ما اكتشف امريكا. invent يخترع شيء ما كانش له وجود، الكسندر جراهام بيل invented the telephone. يكتشف حقيقه، وايلز بيرنتس فايند اوت اكتشفوا ان هي هاد ستارتد تو سموك، ان هو بدا يدخن along time ago. cause وريزون. ريزون يا شباب بيبقى noun، cause تنفع noun وتمشي verb. كلمه cause وبتاخد of with a reason for، ده اكسبريشن كده برضه عارفينه من اعدادي. the major cause of، السبب this accident المؤدي لهذه الحوادث، is driver going too fast، ان السواقين بيسوقوا بسرعه. high winds caused many trees، هنا بقى بالفيرب، سببت ان many trees to fall، انها تقع during the night. طبعا قلنا the reason for وبيجي وراها الاسم او فيربز ان جي. ذا بوليس وونتد تو نو ذا ريزون فور ذا فيزيت او هير فيزيت، هنا نون. كود يو اكسبلين يور ريزون فور تشوزنج ذا جوب، طبعا هنا فيربز اي ان جي. طبعا ذا ريزون هواي بيجي وراها جمله كامله، ذات ذا ريزون هواي اي بلاي فوتبول، وده السبب اللي خلاني العب كره القدم. ذا ريزون هواي سو ميني بيبول، هو ده السبب اللي خلى ناس كتير كوت ذا فلو تصاب بالبرد او بالانفلونزا، is still not clear، لم يعد معروف. يبقى السبب لم يعد معروف. برضو قلنا الكلام ده يا شباب قبل كده، ان اما يكون الكلمه فيها هايفن كده تبقى ديت كصفه للاسم، بيجي مفرد او جمع مش فارقه بالنسبه لي، اهم حاجه ان ديت بتبقى مفرده. ما حدش يقول لي 10 minutes، لا 2 hours، لا هي اسمها 2 hour، واسم مفرد او اسم جمع مش فارقه بالنسبه لي، بس انها تبقى صفه تسبق الموصوف.
التو داي او التو واي ستريت يعني الشارع ذو اتجاهين، تو واي ستريتس يعني شوارع كل منها ذو اتجاهين، تو مينيت بريكس. لو عايز اخليها جمع يا شباب هقول ذا بريك از 10 مينيتس، الفسحه عباره عن 10 دقائق، 10 مينيتس، ومش هيبقى فيه الهايفن ديت، ومينيتس تبقى جمع. ريتش وقرايف دول خدناهم في اعدادي برضه يا شباب. ريتش ما بيجيش مع حرف جر، لكن قرايف بيجي مع ان وات. ريتش طبعا زي ما احنا سائلين لها كذا معنى قدام، وارايف ات مع الاماكن الصغيره، ارايف ان مع الاماكن الكبيره، وممكن ما يجيبش معاها حرف جر لو هي زي دي كده في سؤال الطياره هتوصل امتى. الانيفرساري لسه قايلين برضو قدام ان هي ذكرى سنويه بتحصل كل سنه، لكن الميموري هي ذكرى موجوده في حياتنا حصلت قبل كده وخلاص. افكت وافكت ديت قلناها برضو قبل كده وخدناها في اعدادي. افكت يا شباب اللي هو الفيرب، لو حبيت اخلي افكت اللي هو الناون ولازم تاخد هاف ان افكت اون. لما اقول هاف ان افكت اون له تاثير على تساوي افكت على طول. سموكينج افكتس هيلث بادلي، بيتاثر على الصحه بطريقه سيئه. سموكينج هاز ا باد افكت اون هيلث، له تاثير سيء على الصحه. هي هي بس هو عملها بالاسلوب زي ما قلت لك، تاخد هاف او هاز افكت اون. دي برضه قلت لكم قبل كده في فيديو من الفيديوهات القديمه، ايفري وان وايفري بادي وسام وان وسام بادي نو وان ونو بادي، كل دولت يا شباب بيعاملوا معامله المفرد، يعني يجي وراهم از او ووز او هاز او فعل في اس، ولكن عند التحدث عنهم بضمير للمره الثانيه يكون جمع. مهم جدا. ايفري وان درايفز زير كارز، كل واحد بيسوق العربيه بتاعته. ايفري بادي از هير، كل واحد هنا. زي ار اول هابي، كلهم سعداء اللي هو ايفري بادي يعني. بس لو انت لاحظت هنا واخده از او واخده فعل في اس، لكن لما اجي اتكلم عليهم تاني بيبقى الضمير طبعا على حسب ضمير الفاعل او ضمير المفعول، وده بيعتمد على الجمله. ده برضو قلت لكم في قلب المقارنات في الصفات، وقلتها برضو في سنه اولى وسنه ثانيه، دي معروفه قاعده كده، ذا اللي هي اي ار، وبرضو اليمه الثانيه ذا واي ار. عرب انها زي يا مستر، اه هي كده اكسبريشن. ذا فيور ميستيكس يو ميك، كلما عملت اخطاء اقل. ذا هاير ماركس يو جيت، كلما حصلت على درجات اعلى. ذا مور بيبل وونت تو باي سمثينج، ذا تشيبر ات ويل بيكم، كلما زاد عدد الناس اللي بيرغبوا في شراء شيء بيصبح طبعا رخيص. نشوف كده التشيك بوينت الموجوده. The space of the first space shuttle was an important achievement. ده إنجاز طبعا هنا زي ما احنا سائلين اللي هو launch مع كلمة space shuttle. The storm اللي هي العاصفة. Space great damage to the area، لسه قايلين ورا ان اللي هيمشي معايا هنا كverb اللي هو كلمة cause اللي هو يسبب، يبقى caused يعني سببت. اللي بعدها ذا سكول تريب هوبد تو سبيس ذا كامب بيفور دار، طبعا هنا مفيش حرف جر يا شباب، يبقى ريتش ذا كامب، يصل الى المعسكر. زير ووز ا كونسرت تو مارك، ما دام في هنا العاشر من الريفولوشن طبعا الثوره، هتبقى كل سنه طبعا هنعمل الكلام ده بانيفرساري، لكن كلمه ميموريال معناها تذكاري، مش هتمشي معانا هنا طبعا. دكتورز طبعا الكلمات دي سهله. دكتورز سي ذات اني تشينج ان لايف ستايل، قالوا او بيقولوا ان اي تغيير في اسلوب الحياه ويل هاف سبيس اون يور هيلث، هيبقى ما دام في هاف يا شباب وكلمه ان واون تبقى افكت على طول. طبعا افكشن ديت خدناها قبل كده اللي هي انسان يبقى حنون او طيب او عنده مشاعر، وكلمه ديفكشن اللي هو ارتداد، كلمه مش معانا خالص في المعنى يعني. A lot of people are surprised to know that Alfred Nobel نقط دايناميت، اللي هو طبعا هو اخترع الايه الديناميت طبعا. نمبر 7 It's believed that يعتقد ان هاردر او ذا هاردر يو ورك، على طول يبقى ذا ونحط هنا حاجه فيها ار، يبقى ذا مور سكسسفولي او سكسسفولي يو بيكم. لسه قلنا فوق احمد لوكس سبيس سينج ذات هي ويل نيفر ليرن تو سويم، ما دام هو بيقول انا عمري ما اتعلم يبقى هو اكيد ما عندوش امل، يبقى هوبليس. اي ثينك يو شود بي سبيس باي ا دكتور، يبقى انا اعتقد يو شود بي لازم الدكتور يفحصك اللي هي اكزامين يكشف عليه. temperatures in this desert درجة الحرارة
في الصحراء كان سبيس 6 ديجريز، لسه قايل لنا ورا في الكلمات بتاخد كلمه ريتش اللي هي بتصل لدرجه كذا. بكده نكون خلصنا كلمات الوحده السادسه. ان شاء الله الفيديو اللي بعد كده هعمل لكم الحل بتاع الكلمات ان شاء الله من كتاب جيم وبرضه من كتاب المعاصر. اتمنى يكون المحتوى عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.